السلام عليكم. دايما لما بنيجي نتكلم في حال الدنيا نقول لك بص للي اقل منك علشان تعرف نعم ربنا عليك وفضل ربنا عليك. طب لما بنتكلم عن الطاعه، لما بنتكلم عن الجنه، تلاقي نغمه الكلام اختلفت ولهجه الكلام واسلوب الحديث اختلف تماما. لان لما نيجي نتكلم عن الطاعه او نتكلم عن الجنه او نتكلم عن النعيم او الاخره، لازم نبص للي اعلى مننا، لان ربنا سبحانه وتعالى استخدم المفردات دي في الحديث عن المغفره وعن الجنه. فتلاقي ربنا دايما يقول لك سابقوا وسارعوا. ده مش كده وبس، ده ربنا سبحانه وتعالى لما مدح اناس في القران مدحهم ليه؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. ما يأجلش الخير أبدا، وإنما يرى أن خير البر تعجيله، وأن خير البر القيام به في وقته وفي حاله وفي لحظاته. ليه؟ علشان الشيطان ما يفسدوش، وعلشان الشيطان ما ينسكش إياه. ولذلك الله يرضى عن أحد الصالحين يقول: إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر أين أقامك. لو أنت عايز تعرف ربنا بيحبك ولا لا، وربنا قبلك ولا لا، شوف ربنا بيحطك فين، شوف ربنا بيوفقك لإيه، شوف ربنا بيفتح لك الطريق لإيه، شوف ربنا بيمهد لك الأمور لإيه. خد بالك من ده كويس قوي. ليه؟ علشان ما تتوناش عن فعل الطاعة، حتى لو في كلمة، حتى لو في نظرة، حتى لو في مسحة على رأس يتيم أو مسكين صليته على النبي الرحيم صلى الله عليه وسلم. سيدنا وهيب بن الورد رضوان الله عليه وأرضاه بيقول: إذا استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. يعني إيه؟ يعني أول ما تسمع الأذان تسيب الدنيا كلها وقول الله أكبر، لأن ربنا بيناديك بيقول لك حي على الصلاة، حي على الفلاح، فإزاي تأخر؟ لما تسمع أي شيء في خير قدم، فأنت لا تدري بأي شيء تنجو بين يدي الله سبحانه وتعالى. ممكن كلمة تنجيك، ممكن نظرة تنجيك، ممكن فعل خير أنت ما انتش واخد بالك منه خالص أبدا. ها، الله يرضى عن أستاذنا الدكتور سعد جويش رحمة الله عليه ورضي الله عنه، أستاذ الحديث في جامعة الأزهر، اللي احنا بنعيش الأيام دي ذكرى وفاته رحمة الله عليه ورضي الله عنه. كان يقول لنا وهو بيدرس لنا: يا أبنائي استكثروا من الذكر والتسبيح حتى يقولوا عنكم إنكم تراؤون. تخيل، كتر يا ابني من التسبيح ومن الذكر لدرجة ان الكل يقول عليك ان انت بترائي، او انت بتتظاهر، او ان انت عايز الناس تشوفك وانت بتسبح. ايه اللي بتقوله لنا ده استاذنا؟ ايوه، استاذنا كان عايزنا نبقى في حال الذكر وفي حال التسبيح. ليه يا استاذنا؟ يقول: ربما تتمنون ان تعودون يوما من اجل تسبيحة، او من اجل ركعة، او من اجل كلمة. وكان يقول لنا نصيحة رحمة الله عليه ورضي الله عنهم: إن نجاتكم بين يدي الله معشر طلبة العلم بكلمة، فمن أيقن أنه قالها فليسكت. فكنا نستغرب مين اللي يكون عرف أنه قالها، إحنا محدش بيعرف الغيب. ومن لم يعلم الغيب فليستمر في الجهاد وفي الكلمة. علشان كده الله يرضى عن الشاعر بيقول: بيتين جمال قوي احفظهم وحطهم نص بعينك علشان يزقوك لأي فعل خير ولأي مسابقة في الخيرات. وعلشان كده الشعر يقول بيتين جمال قوي، يقول لك إيه: سابق إلى الخير وبادر به، فإن من خلفك ما تعلم، وقدم الخير فكل امرئ على الذي قدمه يقدم. والشعر يقول إيه؟ على أهمية الإحسان والتزود من الإحسان، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، لطالما استعبد الإنسان إحسانه. والشاعر برضك يقول إيه؟ الله أعطاك فابذل من عطيته، فالمال عارية والعمر رحال. والقرآن الكريم اللي هو أفصح الكلام وأجمل الكلام يحط لنا منهج حياة، فيقول كما قال ربنا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فإياك أن تتهاون في خير، وإياك أن تسوف خيراً، وإياك أن تسوف معروف. صباحكم أمل، صباحكم رحمة، صباحكم خير، صباحكم تفاؤل، صباحكم بسمة، صباحكم معطر بذكر الله. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبي البركات وعلى آله وصحبه وسلم.